يشرفنا الآن من القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. نسعد بك دكتور فرحات. سبب قدر من القلق حديث الرئيس الأزاري علييف إنه هناك آلاف البيوت والأراضي التي سلبت من آزاريين وسلبها أرمن، السلطة الأرمنية هي المسؤولة، وذلك منذ 30 عاما حينما صارت منطقة كرباخ تحت السلطة الأرمينية. وهذا يشير إلى أنه الرئيس علييف سيسعى لاستعادة هذه الأراضي حتى بالنسبة لمن بقوا في الإقليم من الأرمن. يا دكتور، إشارة غير مريحة، ما رأيك؟ يعني في رأيي العملية العسكرية الأخيرة لأذربيجان داخل الإقليم ناغورني كارباخ، يعني أعتقد أنها كانت تستند إلى قراءة لتحولات في البيئة الدولية والبيئة الداخلية أيضا لهذا الصراع التاريخي. وعلى ما يبدو أنه كان هناك قرارا استراتيجيا من جانب أذربيجان لإنهاء بقايا هذا الصراع. وفي رأيي أن أذربيجان يعني قرأت بدقة أن هناك تحولات في طبيعة العلاقات بين روسيا وأرمينيا. يعني كما نعلم روسيا كانت حليف رئيسي لأرمينيا في هذا الصراع، لكن في السنوات الأخيرة يعني حدث أولا فجوة بين أرمينيا وروسيا، واتجهت أرمينيا استنادا إلى قراءتها أيضا لمجرد الصراع خاصة في عام 2020 اتجهت إلى تعميق علاقاتها أكثر مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أذربيجان هنا قرأت أن البيئة الدولية يمكن أو أن تسمح لها بتنفيذ هذه العملية العسكرية. وكانت العسكرية ليس المواجهة مع أرمينيا، لكن كان هدفها الرئيسي هو بسط سيطرتها بشكل كامل على الإقليم. يعني كما نعلم في 2020 استطاعت أذربيجان استعادة بعض الأقاليم أو بعض أجزاء مهمة من الإقليم، لكن ظلت وفقا لوجهة نظرها بعض الجيوب الخاضعة لأجنحة انفصالية داخل ناغورني كارباخ. فبالتالي كل ما يجري الآن سواء الخطاب الأزري فيما يتعلق بالصراع أو فيما يتعلق بالوضع الداخلي داخل ناغورني كارباخ، يعني أو فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي نفذتها، أعتقد أنه كان الهدف الرئيسي هو إنهاء بقايا هذا الصراع وبسط سيطرتها. أيضا دكتور فرحات، أحب أن نفتح قوسا هنا لو تكرمت. ألمحت سريعا إلى أن العلاقة بين يريفان وموسكو شهدت تطورات، اختلفت خلال الفترة الأخيرة. كيف يا دكتور؟ قدم لنا صورة لتلك العلاقات الآن، لأنه هناك من ينظر إلى هذه الضربة على أنها صفعة جديدة لروسيا. يعني في عام 2020 يعني استطاع أو خرجت أذربيجان إلى حد ما منتصرة في هذه الحرب، واستطاعت على الأرض أن تسترد أجزاء من الإقليم التي كانت خاضعة لأجنحة من الأرمن داخل الإقليم. وكما نعلم روسيا لعبت دورا مهما في هذه الحرب من خلال يعني مساعدة الأطراف على الدخول في وقف إطلاق نار، ومن خلال قوات يعني روسية لحفظ السلام أو لضمان التزام الطرفين بوقف إطلاق النار. من وجهة نظر أرمينيا أن الموقف الروسي هنا كان منحازا إلى حد ما إلى أذربيجان، لأن أرمينيا كانت تتوقع أن تقف روسيا بجانبها أكثر من مما كان عليه الوضع في عام 2020. ثم خلال السنوات الأخيرة من 2020 حتى الآن، كما نعلم روسيا انشغلت بشكل كبير في الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي واتجهت أرمينيا إلى استنتاج في رأيي أنها استنتجت أن روسيا لم تعد حليفا كبيرا أو حليفا يمكن الاعتماد عليه في هذا الصراع، وبالتالي اتجهت إلى التقارب أكثر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا بالفعل او هذا الموضوع بالفعل ما اثر على مجريات الازمه الاخيره. لاحظنا ان الموقف الروسي لم يكن بنفس القوه وبنفس الحماس الذي كان عليه الوضع في عام 2020 او ما قبل 2020. لاحظنا ايضا ان هناك فتورا في العلاقات، في التصريحات التي صدرت عن رئيس الوزراء الأرميني التي انتقد فيها روسيا بشكل مباشر، وتحدث عن أن روسيا لم تعد حليفا يعني موثوق به في هذا الصراع أو في علاقتها مع أذربيجان. فبالتالي كل هذا الموقف أو هذه البيئة الدولية انعكست على الأزمة الأخيرة. لاحظنا أن أذربيجان كان لديها درجة أكبر من القوة أو الثقة في استخدام القوة العسكرية داخل ما وصف يعني ضد ما من وصفتهم بأنهم يعني أجنحة أو قوة انفصالية داخل الإقليم. لكن المهم أيضا أنه خلال الأسابيع الأخيرة بدأ تحول كبير، وهو تحول ديموغرافي على المستوى الداخلي، وأعتقد أنه سيلعب دورا في مسار الصراع خلال المرحلة المقبلة. يعني كما نعلم إقليم ناغورني كاراباخ الأغلبية فيه للأرمن، وبالتالي عندما نشهد موجة من النزوح أو الخروج من الإقليم أرمينيا وترحيب أرمينيا بهذا بالأرمن داخل حدودها، أعتقد أن هذا سيغير من موازين القوى الديموغرافية داخل إقليم ناغورني كاراباخ. وبالتأكيد أو في ظل كل هذه التحولات، أذربيجان سوف تستغل كل هذه الأمور لتعميق أو لتأكيد سيادتها على إقليم ناغورني. صحيح، وكما بدأنا يا دكتور محمد، أو عسكرية، الفكرة أنه الرئيس علييف رغم أن الإعلام الرسمي الأزري يتحدث عن سيطرة بيضاء، إنهاء الاحتلال الأرميني لكاراباخ بطريقة بيضاء بدون إراقة دماء، وإنه كل من فيها هم مواطنون آزريين لهم كل الحقوق. في الحقيقة يا دكتور، إشارات الرئيس الآزري علييف تقول عكس ذلك، تقول إنه سيكون هناك سعي لتحقيق العدالة بعد 30 عاما، العدالة للآزريين الأصليين في الإقليم بعد 30 عاما. باختصار شديد يا دكتور، تتوقع موجة قمع من قبل باكو تجاه هذا الإقليم؟ ليس بالضرورة موجة قمع، يعني أعتقد أن الجانب أن أذربيجان حققت الجزء الأكبر من مما كانت تسعى إليه. يعني هي أولا سيطرت على الجناح الانفصالي من خلال عمليات عسكرية وعمليات أمنية، وفي نفس الوقت هناك خروج من الأرمن من الإقليم إلى داخل أرمينيا. وبالتالي ليس بالضرورة أن تكون هناك عمليات كبيرة، لكن أتوقع أو من الطبيعي أن تكون هناك عمليات نوعية، وأن يكون هناك ترحيب بخروج الأرمن من إقليم ناغورني كاراباخ في اتجاه أرمينيا، لأنه هذا سيؤدي إلى تغيير كبير في الموازين. صحيح، وهذا ما نتمناه معك يا دكتور محمد، ألا ينفتح جرح جديد في قلب الإنسانية. الإنسانية مش ناقصة كما يقولون يا دكتور محمد. شكرا جزيلا لحضرتك سعادة الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.